فعايزين نتواصل بقى ونروح النادي الاهلي مع زميلنا العزيز شريف شعبان ونعرف منه كل الجديد والكواليس اللي بتحصل في النادي بشكل عام. يا شريف اهلا بيك، برحب بيك في البدايه وقول لي كل الجديد عندك، اتفضل. مرحبا بك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كالمعتاد النادي الاهلي بيتمرن في الرابعه عصرا، يمكن قبل بدايه التمرين كان في محاضره حوالي 10 دقائق اتكلم فيها فايلر واتكلم فيها مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين، ما لهمش علاقه باللي بيدور خالص. التركيز فقط في التمرينات، التركيز فقط في تنفيذ تعليمات مستر فايلر، التركيز على الملاحظات اللي بيقولها في التقسيمه وفي التمرين بصفه عامه، التركيز ثم التركيز، اثبات للراجل ان هم مركزين، اثبات للراجل ان هم بينفذوا تعليماته، ثم بعد بقى هنلعب بكره، هنلعب بعد، هنلعب الشهر الجاي، ما لكوش علاقه، اتمرن اعمل اللي عليك، وموضوع اللعب دوت سيبه لمجلس اداره النادي. صح، محاضره قويه جدا من مدير الفني، من مدير الكره، هتتمرن في التمرين النهارده، اللعيبه النهارده تتمرن بحماس قوي جدا، يمكن النهارده عمل تقسيم يمكن قبل نهايه المران. النهارده كان في طبعا مجموعات بالكره، الاول تسخين وبعد كده مجموعات بالكره بالتخصص على الجول، الراجل مهتم جدا بالتخصص على الجول، عاوز اللعيبه كلها تعرف تفنش الهجمات الى اهداف. كان في تقسيمه صغيره وقتها كتير جدا وتعليمات كتيره جدا، الراجل ما بيحبش او مش في قاموسه ان لعيب الكوره يحتفظ بالكوره اكثر من اللازم، سلم وسلم، سلم وسلم لقدام، مفيش حاجه اسمها امسك الكوره واقعد حط الكوره تحت رجليك وبص يمين وبص شمال، مفيش الكوره داخله، مفيش الكلام ده في الكوره، سلم على طول رؤيه، تسلم على طول الكوره لقدام، لازم عندك سرعه في الاستلام والتسلم. يمكن حسام عاشور النهارده ما شاركش، امبارح في نهايه المران كده هو كان واخد خطه في الركبه، النهارده ما شاركش خالص في المران، يمكن هو عنده كدمه في الرباط، الرباط الخارجي للركبه. فين طبعا الدكتور يطلع الدكتور خالد محمود عشان خاطر اساله مده الغياب قد ايه، بس تبقى يعني كان ثلاث اربع ايام باذن الله وهيشارك، ده توقع الشخصي، ولكن برضه هتاكد من الدكتور خالد محمود. التاهيل مستمر لمحمود متولي اللي النهارده بيفتح السبرنتات ان شاء الله في الجري النهارده كويس جدا، فخلاص ده كده قرب على الرجوع للملعب مره اخرى. كريم نسبة ايضا برضه بيتمرن، بتتكلم باذن الله في اقل من اسبوع هتلاقي محمود متولي وكريم موجودين في التمرينات. مروان بيتمرن في جزء بدني مع لاعبي النادي الاهلي، وهم بيجي بقى يحصل تقسيم او اي اشتراك مع على طول بيخرج من التمرين وبيكمل باقي التمرين البدني عشان خاطر الوجه حفاظا على الوجه الى ان يصل الواقي اللي هلبسه او القناع اللي هلبسه على وجهه عشان يحافظ على عظم الوجه. يمكن في نهايه المران طلب مدرب الاحمال من محمد محمود وسعد سمير وحسين السيد وعمار حمدي تزويد التمرين، ويمكن عمل لهم تمرين اضافي علشان يقدر يعلى بيهم بالحمل البدني عشان يجاروا لاعبي النادي الاهلي اللي واصلين لمرحله كبيره من التدريبات البدنيه القويه. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين، يمكن التمرين انتهى منذ قليل، الكل بيبتدئ في التمرين، الكل مركز في التمرين، الكل بيسمع كلام المدير فايلر، ما بيسيبش كبيره ولا صغيره الا بيتكلم فيها، في روح جديده في التمرين. النهارده اجايين النهارده احرز هدف عالمي لفت نظري جدا، ما شاء الله ماشي كويس جدا هو وباقي زملائه، الكل بيجتهد، الكل بيحاول يلفت نظر الراجل ليه، يمكن الراجل انا بشفق عليه الفتره القادمه، الكل بيجهز، الكل يعني هيختار مين ولا مين ولا مين، نمسك الخشب ربنا يكرمه وربنا يوفقه فيه. ما هو قادم باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي ويبقى الاهلي فوق الجميع. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي قال لنا كل الجديد في النادي فيما يتعلق بتدريبات فريق النادي الاهلي المستمره حتى هذه الايام واللي هتفضل مستمره لغايه